نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. النهارده باذن الله ميعادنا مع محاضره مراجعه سريعه على الكام نولج اريا اللي خدناهم الفتره اللي فاتت، تمام؟ وباذن الله فاضل يوم الثلاث ويوم الخميس نتكلم على نولج اريا الجديده كده. خلاص مراجعه هتاخد شكل اسئله واجوبه زي ال10 اسئله اللي بناخدهم كل مره بعد ما نخلص اي نولج اريا، تمام؟ وحوالين الاسئله دي عامه اللي عنده سؤال يبقى يقول. احنا اتأخرنا شوية بس هنبتدي على طول. يلا ده أول سؤال بيقول لك an organization going through an evolutionary phase of extracting the way it does projects and a shift from weak matrix to strong matrix. عندك organization بتغير الستراكشر بتاعها فيما يخص البروجكتس أو عملية البروجكت مانجمنت، فغيرت من weak matrix ل strong matrix كده الباور اتغيرت من مين لمين؟ تمام سليمة الإجابة أكيد من الـ Functional Manager للـ Project Manager. طيب كده أحسن شوية ولا؟ الصوت كده أوضح شوية؟ طيب تمام، فأكيد إجابة السؤال هي C Functional Manager to Project Manager، لأن هو قال لك إنه الـ Power was shifted أو الـ Organization اتغيرت من Weak Matrix لـ Strong Matrix. في الويك ماتريكس بتبقى الباور معظمها مع الفانكشنال مانجر، في حين ان في السترونج ماتريكس بتبقى الباور معظمها مع البروجكت مانجر، فبالتالي الاجابه الصح هي سي. طيب يلا السؤال الثاني بيقول لك one of your team members informs you that he does not know which of the many projects he is working on is the most important. في واحد جاي لك انت بروجكت مانجر وجاي يقول لك انه شغال في كذا بروجكت ومش متاكد مين فيهم الاكثر اهميه للاورجنايزيشن. فمين اللي عنده المعلومه دي؟ مين اللي يقدر يحط هو should determine the priorities among projects in a company؟ تمام بي ام او او project management office هو الهيئه او هو اليونت في الاورجنايزيشن المخول لها انها تحط الاولويات ما بين البروجكتس وتاخد resources من هنا وتحطها هنا على حسب مين اللي هيحقق الاوبجكت او البيزنس جول بتاع الاورجنايزيشن. فالاجابه الصح هي سي the project management office. واحنا ماشيين كده مع كل سؤال، يعني احنا ممكن يعني بس في كل سؤال لو حد عنده سؤال في الاريا دي قبل ما ننقل على اللي بعده يساله، تمام؟ طيب بقول لك a project team has invited many of the project stakeholders to help them inspect quality in the project. Which of the following would not be an output of this activity? stakeholders رايحين يعملوا انسبكشن على الكواليتي في البروجكت، هيطلعوا شويه ريزلتس او هيطلع من البروسيس دي شويه اوتبوتس. مين في الاختيارات شيء الاوتبوت للبروسيس دي؟ دي كله قال دي معرفش ليه. هو دلوقتي inspect quality معناها ايه؟ نفتكر ان الانسبكشن كان بيتم في two processes، في الكواليتي اشورنس وفي الكواليتي كنترول. في الكواليتي اشورنس كان الانسبكشن الهدف منه انك تتاكد انه يكون في جايد لاينز او في بوليسيز فيما يخص الكواليتي او في ستاندرز انت ماشي عليها وبتحققها علشان توصل لكواليتي كويسه، تمام؟ في الكواليتي كنترول كان الاسبكشن الهدف منه انك تتاكد انترنالي او داخليا ان الديليفربل ده خلاص كويس فاليديتد، ان انا اتصل بالكاستمر واقول له تعالى استلم، تمام؟ فازاي اقول ان الانسبكشن هنا مش هيديني فاليديتد ديليفربلز؟ انما بص على ايه؟ هتلاقي كواليتي مانجمنت بلان. الكواليتي مانجمنت بلان وحط خط تحت كلمه بلان بتبقى اوتبوت لعمليه الانسبكشن. يعني هل الانسبكشن ده ينتج عنه بلان؟ يعني انا متصور ان السؤال اسهل بكتير من ان العدد الكبير ده يقول دي فاليديتد ديليفربل. هم افتكروا حاجه او جايز اللي قال دي افتكر حاجه ان كلمه فاليديتد ديليفربلز معناها انه خلاص
الكاستمر استلم، لا هي فاليديتد انترنالي او فاليديتد كبروجكت مانجر، خلاص اديتها اديت الديليفربل ده تصريح ان هو يخرج من عندي، وان انا اتصل بالكاستمر اجيبه اقول له خلاص انا الديليفربل ده جاهز تعالى استلمه. بالنسبه لي كبروجكت مانجر ما عنديش حاجه زياده اعملها على الديليفربل ده قبل ما اجيب الكاستمر، فبالتالي اصبح فاليديتد ديليفربل. انما كواليتي مانجمنت بلان اكيد هي مش اوتبوت الانسبكشن، ده انت في المانجمنت بلان بتحط ازاي هتعمل انسبكشن وهتعمله كل قد ايه ومين اللي هيعمله، وهتعمل على الكواليتي اشورنس ازاي، وهتعمل على الكواليتي كنترول ازاي. خطوه البلان اكيد بتيجي قبل الانسبكشن بكتير، تمام؟ فبالتالي الاجابه الصح هي ايه؟ مش دي زي ما ناس كتير للاسف قالت. حد لسه مش فاهمها؟ طيب which statements explain the phrase quality is planned in not inspected in؟ it's more expensive to determine quality by inspection than by planning، يعني هتكلفك كتير انك تحقق الكواليتي بالانسبكشن عن انك تحققها بالبلاننج، ولا quality activities occur during the planning process loop of the project، ولا quality is part of planning not inspection، ولا planning of quality is after the fact. حاولوا تتأنوا في الإجابة وتفكروا شوية قبل ما تكتبوا على الشات الإجابات على طول. تخيل نفسك في امتحان بي ام بي وبتقرا الأربع إجابات كويس وبتفكر فيهم كويس وبتفكر في سؤال كويس وتشوف أحسن إجابة إيه تختارها. إنما في سؤال زي ده هيلاقي كمية سي غريبة، يعني إيه سي؟ يعني إيه كواليتي إز بارت أوف بلاننج نوت إنسبكشن؟ مش فاهمها برضه، حد يشرح لي، يعني حد من اللي قالوا سي يشرح لي الجملة دي. كواليتي إز بارت أوف بلاننج نوت إنسبكشن. انت عندك بلان كواليتي بيبقى في البلاننج، الكواليتي اشورنس بيبقى في الاكزكيوتنج، الكواليتي كنترول بيبقى في المونيتورنج اند كنترول. يعني ايه بقى كواليتي از بارت اوف بلاننج انسبكشن؟ دي جمله تقريبا شبه ملهاش معنى. بص على ايه، اتس مور اكسبنسيف تو ديترمين كواليتي باي انسبكشن ذان باي بلاننج. السؤال بيقول ويتش ستيتمنت اكسبلين ذا فريز كواليتي از بلاند ان نوت انسبكتد ان، كواليتي از بلاند ان نوت انسبكتد ان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ما تقول انا همشي في البروجكت بدون اي جايد لاينز بدون اي ستاندرز، وكل اللي هعمله ان انا هبص شويه كل شويه على الديليفربلز واشوفه طالع سليم ولا لا، كده هيبقى في ريورك كتير. ونفتكر الكوست اوف كونفورمنس وكوست اوف نون كونفورمنس والفرق ما بين ان انا ابلان الكواليتي وما بين ان انا انسبكت الكواليتي، وكان هناك في تريننج وفي ستاندرز وفي شويه كورسز هتحملها، انما على الجانب الاخر لو هشتغل بالانسبكشن كانت الكورسز مضاعفه، بيبقى في ضمانات وفي ريورك وفي لو انا عامل ضمان للبروجكت بتاعي هتكلف صيانات كتير بعد كده، وفي لوست بزنس وفي لوست ايمج وفي تكاليف كتيره جدا. فاحسن جمله تشرح كواليتي از بلاند ان نوت انسبكتد ان، ان هي اتس مور اكسبنسيف تو ديترمين كواليتي باي انسبكشن ذان باي. لو هفكر في الكواليتي بطريقه الانسبكشن هخسر كتير عن ان انا افكر فيها بطريقه البلاننج. لكن quality is part of planning not inspection دي جملة ملهاش معنى لغويا، حتى مش لاقي لها معنى. فالإجابة الصح هي حاولوا في كل سؤال تتأنوا شوية وتفكروا فيه قبل ما تحلوا. اللي قال بي quality activities occur during the planning process group of the project، الكلام ده مش سليم، لأن quality activities بتشمل plan quality، perform quality assurance، perform quality control، تمام؟ plan quality هي بس اللي في planning process group، لكن perform quality assurance كانت أفكر في executing، فورم كواليتي كنترول كانت في المونيتورنج اند كنترولنج. يبقى مش كل الكواليتي اكتيفيتيز بتحصل في البلاننج بروسيس جروب، ده اللي قالوا الاجابه دي، تمام؟ طيب نبص على السؤال اللي بعده. توتال فلوت از اماونت اوف تايم ان اكتيفيتي كان بي ديلايد وذاوت ديلاينج ذا. السؤال ده حلو برضه، السؤال ده فيه شويه لغه يعني. طب كويس ان معظم الناس، حد بقى يقول لي الفرق ما بين دي وما بين ايه؟ يعني ليه ما قلتوش ايه؟ ليه total float is the amount of time an activity can be delayed without delaying the project؟ ليه لازم اقول project completion date؟
الفرق ما بين دي وايه؟ تمام، اسماعيل محمد ستارت قالك ستارت. كلمة project delaying the project معناها delaying the start date of the project. تمام؟ without delaying the project معناها without تأجيل البروجكت، تأجيل البروجكت مش معناها تأجيل تأجيل تسليم البروجكت، لكن تأجيل بداية البروجكت، البروجكت تتأجل، كنا هنعمل بروجكت يوم 1 مارس يتأجل، هو ده delaying the project. إنما total float معني بالcompletion date، يبقى الإجابة الصح هي دي، total float is the amount of time an activity can be delayed without delaying the project completion date، نهاية البروجكت مش بدايته، هو فرق ما بين A وما بين D. طيب ايه اللي كان ايه اللي كان له علاقه بتاجيل بدايه البروجكت؟ حد يفكرنا كده؟ كان عندي ثلاثه فلوت، توتال فلوت وفري فلوت وبروجكت فلوت، كان ايه البروجكت فلوت لو نفتكر؟ تمام، بروجكت فلوت كان الفترة الزمنية ممكن أجل فيها بداية البروجكت بدون ما أثر على ميعاد تسليم البروجكت. طيب السؤال اللي بعده، دي نتورك دايجرام، يا ريت كل واحد بقى جنبه ورقة وقلم ويرسم نتورك دايجرام ويقول الإجابة. You have a project with four activities as follows. Activity 1 can start immediately and has an estimated duration of 1. يبقى Activity 1 هتاخد يوم. Activity 2 can start after activity 1 is completed and has an estimated duration of 4. تمام؟ ما قالكش 4 days 4 months ما يخصكش، مش لازم اليونت. Activity 3 can start after activity 2 is completed and has an estimated duration of 5. 5. Activity 4 can start after activity 1 is completed and has an estimated duration of 10. The project ends after activities 3 and 4 are completed. What is the shortest amount of time in which the project can be completed? معاكوا دقيقتين ثلاثة كده ارسموا فيها النتورك ده قولوا الإجابات. ثلاث إجابات لغاية دلوقتي دي. سفيان قال إيه؟ 10. حازم قال سي. طيب راجعوا نفسكم تاني وبصوا على اخر سطر في السؤال، السؤال ايه بالظبط؟ السؤال بتقول what is the shortest amount of time in which the project can be completed؟ افهموا الجملة دي كويس وبعد كده اكتبوا الإجابات. What is the shortest amount of time in which the project can be completed؟ سؤال في منتهى البساطة لكن كتير ممكن يقعوا فيه بسبب الاستعجال والقرايه بسرعه، وده اللي وقع فيه كل اللي جاوب وقال ايه او 10. تمام، السؤال ما بيقولش what is the shortest part in the project، هو قال لك what is the shortest amount of time in which the project can be completed. انت عندك two passes، واحد هياخد 10 واحد هياخد 11. تمام، كده كده البروجكت مش هيخلص الا لما البارت بتاع ال 11 يخلص، مش كده؟ مش قال لك the project ends after activities 3 and 4 are completed؟ اذا كده كده البروجكت هيستنى لما الاكتيفيتي دي تخلص والاكتيفيتي دي تخلص. طيب معنى كده ان هو هيستنى لما المسار الثاني اللي هو في ديوريشن 10 ايام يخلص. اذا انا عندي في البروجكت مسارين، المسار الاولاني كان عباره عن 10 ايام 4 و5 و1 مش كده؟ المسار الثاني كان عباره عن 11 يوم 10 و1. السؤال بيقول ايه؟ بيقول what is the shortest amount of time in which the project can be completed، ولا what is the shortest part in the project؟ ما قالكش shortest part. You have two parts، واحد 10 ايام واحد 11 يوم. لما يقول لك what is the shortest part يبقى الاجابه 10. انما هو بيقول لك ايه اقل في البروجكت هياخده علشان يخلص؟ اقل وقت
ان دي ودي يكونوا خلصوا، اكتيفيتي 3 و4 يكونوا خلصوا. هو قال كده في السؤال، البروجكت مش هيخلص الا لما اكتيفيتي 3 واكتيفيتي 4 يخلصوا. معنى كده ان اقل وقت هو برضو الكريتيكال باث او ال 11 يوم او الباث الطويل اللي هو واحد وبعد كده 10 ايام لغايه ما توصل لايام. اذا انت هنا عندك مسارين، واحد 10 وواحد 11. هو بمنتهى البساطه في السؤال حط لك كلمه شورتست وخلاها كابيتال عشان تبقى ظاهره كده وكبيره وتزغلل عينيك، فانت تشوف شورتست تختار 10 ما تختارش 11. حاول تقرا السؤال بهدوء وتأني عشان دي اسئله ما ينفعش تغلط فيها في الامتحان. السؤال قال لك what is the shortest amount of time in which the project can be completed؟ ايه اقل وقت البروجكت هياخده؟ اقل وقت هياخده 11، عمره ما هياخد 10، لان هو قال لي في السؤال ان كده كده لازم يستنى لما الاكتيفيتيز 3 و4 يخلصوا. فاهمين؟ يبقى الاجابه الصح 11. حد من اللي قال اجابه غير 11 لسه مش فاهم ولا؟ الناس اللي قالوا 10 والناس اللي انا مش فاهم لها اي حاجه وقالوا 9 و18، جابوا 9 و18 منين؟ انا ما اعرفش بصراحه، جايز اكيد غلط في الرسمه بقى. طيب نشوف السؤال اللي بعده. يقول لك during what part of project management processes is the project scope statement created؟ تمام. دي ما اعرفش، في ناس كده بتندفع على طول من غير ما تفكر دقيقه واحده حتى. في فرق ما بين project scope statement وما بين project statement of work. project statement of work دي كانت الانبوت اللي في الانيشيتنج اللي بنستعملها علشان نعمل project charter. انتوا ليه تستعجلوا كده؟ project statement of work غير project scope statement. project scope statement هي احد مكونات السكوب بيز لاين اضافه للدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري. وسالنا السؤال ده كتير قوي، كل محاضره كنا نساله. السكوب بيز لاين عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات: بروجكت سكوب ستيتمنت، دبليو بي اس، دبليو بي اس ديكشنري. انما اللي اختار ايه او قال انيشيتنج هو حصل عنده التباس ما بين بروجكت سكوب ستيتمنت وما بين بروجكت ستيتمنت اوف وورك، اللي هي كانت دوكيومنت بتستخدم في توصيف الشكل النهائي للبروجكت شارتر. تمام. فبالتالي البروجكت سكوب ستيتمنت حصلت في البلاننج بروسيس جروب لما كنا بنتكلم على السكوب نوليدج اريا. حد يفكرنا بالبروسيسز بتاعتها؟ كولكت ريكوايرمنتس، تمام كده، ديفاين سكوب، كريت دبليو بي اس، فاليديت سكوب، كنترول سكوب، فيريفاي. لا فيريفاي دي كانت في الفورث اديشن يا حسن محمد علي، مفيش فيريفاي في الاديشن الجديد بقى اسمها فاليديت. تمام. مصطفى بدران قال ديفاين سكوب. طيب فاليديت سكوب از كلوزلي ريليتد تو، ده سؤال برضه ظريف. فاليديت سكوب از كلوزلي ريليتد تو، انا عايز اسال عن الشتاء. الشتاء قال قال تايم مانجمنت، قال دي ايه علاقه فاليديت سكوب بالتايم مانجمنت؟ واللي قال سي برضو عايز اعرف منه ايه علاقه فاليديت سكوب بالبرفورم كواليتي اشورنس، واللي قال ايه علاقتها بالبرفورم كواليتي كنترول. وفي ناس بتقول بي سيكونس اكتيفيتيز، يعني ما شاء الله كله تقريبا بنفس النسبه. فانا عايز دلوقتي ما حدش يكتب حاجه بعد اذنكم، ما حدش اكتب حاجه، انا عايز حد فولنتير كده متطوع من اللي اختاروا الاجابه الاخيره دي يقول لي ايه علاقه فاليديت سكوب بتايم مانجمنت. ما حدش تاني يكتب اي حاجه. فاليديت سكوب اللي اختاروا دي، ايه علاقه فاليديت سكوب بالتايم مانجمنت؟ عايز متطوع من اللي اختاروا دي تايم مانجمنت، ادينا تفسير لاجابته بس. سي فاليديت سكوب، عايز متطوع يقول لي علاقه فاليديت سكوب بالبرفورم كواليتي اشورنس. عصام ياسين مثلا، ماشي.
علاقة validate score بـ perform quality assurance. محمد دياب بيقول process of inspection. جميل، في inspection في الـ perform quality assurance. تمام جميل، في ناس بتقول inspection وده إلى حد ما سليم، لكن أنا هسألهم هو في inspection برضو في الـ perform quality control؟ ليه اخترت سي ما اخترتش ايه؟ زكريا بيقول كلام جميل، بيقول perform quality assurance ensure all activities are done as per defined standards. ده كلام سليم وما فيهوش غلط، لكن ايه علاقة validate scope بالكلام ده؟ ما هو الانسبكشن بيحصل في ايه وبيحصل في سي، انت عندك perform quality control perform quality assurance. تمام، في انسبكشن في كنترول وفي انسبكشن في quality assurance، ليه اخترت سي ما اخترتش ايه؟ طيب بي، حد قال بي؟ انا لمحت كام واحد قال بي؟ سيكونس اكتيفيتيز، علاقه فاليديت سكوب بسيكونس اكتيفيتيز ايه؟ حد من اللي اختاروا بي سيكونس اكتيفيتيز ايه علاقتها بفاليديت سكوب؟ ده السؤال بيقول لك فاليديت سكوب از كلوزلي ريليتد، كلوزلي يعني في علاقه وطيده ما بين فاليديت سكوب وسيكونس اكتيفيتيز. ايه هي العلاقة الوطيدة اللي بينهم؟ طيب مفيش فولنتيرز. عامة الإجابة السليمة هي ايه؟ لأنه القاسم المشترك ما بين فاليديت كوب وما بين الـ perform quality control هو الـ inspection. طيب ليه اخترنا quality control ما اخترناش quality assurance؟ لأن الـ quality assurance عبارة عن inspection عن following standards، أما الـ quality control عبارة عن inspection على الـ final deliverables. validate scope بت inspect الـ final deliverables والـ perform quality control برضه بت inspect final deliverables، لكن الفرق ان في الكواليتي كنترول انا بعمل انسبكشن على الدليفربل بنفسي قبل ما اجيب الراجل الكاستمر وما يستلم، انما في الفاليديت سكوب الراجل الكاستمر بيعمل انسبكشن على نفس الدليفربل عشان اوكي انا هستلم ولا لا. تمام، يبقى فاليديت سكوب از كلوزلي ريليتد تو بيرفورم كواليتي كنترول. ليه؟ لان هنا بتعمل انسبكشن على الفاينل ديليفربل وهنا برضو بتعمل انسبكشن على الفاينل ديليفربل، لكن الفرق ان انا بعمله انترنالي داخليا عشان اتاكد ان انا شغلي سليم قبل ما ابعت اجيب الكاستمر، هناك الكاستمر هو اللي بيعمله قبل ما يوافق على المستخلص ويقول لك اوكي جزء من السكوب او جزء من البروجكت خلص. تمام، انما اللي اختار كواليتي اشورنس هو شويه بيفكر صح ان في انسبكشن هنا وهناك، لكن ما خدش باله ان في الاجابات برضو كواليتي كنترول، وفي انسبكشن في الكواليتي كنترول زي ما في انسبكشن في الكواليتي اشورنس. الفرق ايه؟ بتكت الفاينل ديليفربلز وده اقرب للفاليديت سكوب، انما هناك بتنسبكت البروسيسز والجايد لاينز والستاندرز اللي انت حاططها اذا كنت ماشي عليها ولا لا. طبعا سيكونس اكتيفيتيز وتايم مانجمنت اجابات ما لهاش محل من الاعراب، ما فيش اي علاقه ما بين فاليديت سكوب ما بين تايم مانجمنت او سيكونس اكتيفيتيز سكوب. ف حد عنده مشكله في اللي قلناه دلوقتي؟ انا بصراحه شايف ان معظمكم عنده مشكله في الاستعجال، يعني انا بمجرد ما السلايد بتتقلب الاقي في خلال 3 ثواني اجابات تظهر على الشات بدون حتى ما يفكر يقرا او يدي نفسه فرصه للتفكير. الناس دي ما ينفعش تدخل امتحان بي ان بي بنفس المنتاليتي دي، لازم تقعد تقرا وتفكر في الكي وورد اللي في السؤال وتفكر في الاجابات وتبقى عارف ومتاكد انه في الاجابات مينيمم اجابتين قريبين من بعض. ما تفتكرش ان القصه كلير ابيض واسود، لا، في منطقه رماديه كتير في الاجابات، هتلاقي اجابتين قريبين شبه بعض وواحده فيهم هي الاقوى من الثانيه. فحاولوا ما تستعجلوش شويه بعد اذنكم في الاجابات. في مشكله عند واحد اسمه احمد، ما اعرفش المشكله، يعني واضح ان هي عنده بس مش عند الناس كلها. طيب انا هقلب السلايد ويا ريت بعد اذنكم محدش يجاوب غير لما يقرا كويس. The main focus of life cycle costing is to estimate installation costs ولا estimate the cost of operations and maintenance ولا consider installation costs when planning the project costs ولا consider operations and maintenance costs in making project decisions.
طيب الإجابات معظمها إلى حد ما صح. Consider operations and maintenance costs in making project decisions. Life cycle cost مش المقصود بإنك هتعمل estimation لل costs of operation and maintenance، ده حد تاني هيعمل الكلام ده، أنت بس هتاخد في اعتبارك وأنت بتاخد قرارات في البروجكت، تاخد في اعتبارك ال life cycle cost، تبقى عارف إنك مثلا داخل مناقصة مش معنى إنك قدمت أرخص عرض إنك كده بالضرورة أفضل عرض، لأن أرخص عرض ممكن ينتج عنه بعد كده operation and maintenance costs عالية جدا، لازم تاخد في اعتبارك ال fixed cost وال operation cost وال maintenance cost وتحط حاجة ابت بحيث تغطي الكلام ده كله. تمام؟ The main focus of life cycle costing is to consider operations and maintenance costs in making project decisions. طيب while reviewing project performance the project manager determines that schedule invariance is minus 5. What is the best thing to do؟ لقيت ان ال schedule variance minus 5. اول حاجة تعملها ايه او افضل حاجة تعملها ايه؟ let the sponsor know ولا perform value analysis ولا look for activities that can be done in parallel ولا move resources from the project to one that's not طيب الإجابة الصح هي سي. اللي قال بي قال بي لأن هو اتعامل مع موضوع وكأنه مشكلة في الكوست، إنما المشكلة هنا في السكيدول مش في الكوست. فاليو أناليسيز يعني إنك تحاول تعمل نفس السكوب بتكاليف أقل، هنا ما قالكش إن في مشكلة أصلا في فكرة الكوست والتكاليف، إنما المشكلة في السكيدول. أنت متأخر في شغل قيمته 500، متأخر في الشغل معناها إنك هتحاول تعمل حاجة اتنين، يا إما كراشنج يا إما فاست تراكنج. فاست تراكنج اللي هو موجود في الإجابة سي بس بصيغة تانية، look for activities that can be done in parallel. تمام، يبقى الإجابة السليمة هي سي. طيب all the following statements about WBS are true except statement واحدة، دول صح فيما يخص ال WBS ما عدا حاجة واحدة. أول حاجة they are created by the project manager، تاني حاجة they prevent work from slipping through the cracks، تاني جملة دي معناها إن ال work ما يتنسيش، بتساعد إن مفيش جزء من السكوب يروح أو يتنسي. تالت حاجة they provide a basis for estimating the project، رابع حاجة they help to organize the work. أكيد الإجابة الصح زي ما معظم الناس قالت هي A. ال WBS مش بيعمله ال project manager، مفيش project manager في الدنيا يقدر يعمل ال WBS لوحده، لازم ياخد الفيد بتاعه من التيم ممبرز. نفتكر ال WBS كان عبارة عن decomposition لكل أعمال البروجكت لغاية ال work package level، وأحيانا ممكن تكمل لغاية ال activity level براحتك، فده ما يقدرش يعمله ال project manager، لكن التيم ممبرز والناس اللي هيقوموا بالشغل هي أفضل ناس ممكن تساعد في ال creation بتاع ال WBS. طيب a control chart indicates that last measure weights produced where outside the upper control limit. What should the project manager do? Where دي طبعا من غير اتش، يعني هنا في غلطة ما فيش اتش هنا. Where يعني كان. المفروض في الحالة دي انت عندك 12 point outside the upper control limit. في الحالة دي المفروض تعمل ايه؟ stop production ولا work to better ISO 9000 standard ولا look for non-random causes for the variation ولا plan to rework ال 12 weight. افضل اجابه ايه؟ خلينا نحدد العمليه اكتر. افضل اجابه ايه؟ انت ممكن تعمل كذا حاجه، ممكن تستوب برودكشن، ممكن تلوك فور راندوم كوزز فور ذا فاريشن، ممكن بلان تو ريورك ذا 12 ويت. افضل حاجه اول حاجه تعملها ايه؟ اكيد ستوب برودكشن. لو البرودكشن استمر وانت بتلوك فور كوزز فور ذا فاريشنز، ال 12 ويت هيبقوا 15، هيبقوا 17، هيبقوا 20، وانت لسه بتلوك فور كوزز. انما اول حاجه تقولها او الفيرست ستيب تو ستوب برودكشن، حاسب ده انا عندي لو سبع
نقط بس upper control limit، معنى كده ان انا عندي مشكله، فما بالك ب 8، فما بالك ب 9، فما بالك ب 12. اذا العمليه عندي في حاجه غلط رسمي بنسبه 100%. اول حاجه ستوب برودكشن ولا اريورك ال 12. لو قعدت اعمل بلاننج عشان اريورك ال 12 ويت، على ما اخلص البلاننج بتاع ال 12 ويت ريوركينج هلاقي ال 12 بقى 15 بقى 20. نفس الكلام لوك فور نان راندوم كوزز فور ذا فاريشن، مع ان الجمله بغض النظر عن اللي الناس فهمها الجمله شويه غريبه الشكل. يعني ايه لوك فور نان راندوم كوزز؟ نان راندوم دي معناها ايه؟ يعني ايه لوك فور نان راندوم كوزز فور ذا فاريشن؟ انا عارف اكيد المعنى لغويا، انا مش عايز المعنى لغويا، ما حدش يقول لي يعني مش عايز الترجمه، انا بتكلم على فكره الاجابه نفسها. فكره الاجابه ايه؟ يعني ايه لوك فور نان راندوم كوزز فور ذا فاريشنز؟ احيانا كثيره يقول لك انه في اجابات بيبقى حاجه اسمها ميد اب تيرم. ميد اب تيرم يعني يجيب لك حاجه اول مره تظهر لك في حياتك في الاختيارات دي. ممكن تلاقي ترم ملوش وجود اصلا في الحياه ولا في اللغه، حاطه لك في وسط الاجابات عشان في ناس كتير بتفكر ان الحاجه الغريبه الملعبكه اكيد هي دي الاجابه الصح، فاهمين؟ انما المنطقي هنا اول حاجه تفكر فيها تو ستوب برودكشن. A project manager is spending all his time watching over the team and team members feel he is always second guessing them. The project manager is most likely a theory X manager ولا hygiene factor expert ولا master's hierarchy expert ولا strong self actualization manager. في project manager مقضي كل وقت ان هو قاعد بيراقب الناس وبيتفرج عليهم وبيشوف بيعملوا ايه ومستني غلطاتهم وبينتقد. تمام، الاجابه السليمه هي X. theory X manager. قلنا ان كان عندنا theory X و theory Y. اكس كانت بتقول ان دول ناس مؤمنين او بيعتقدوا ان الناس طبعها كسوله ما بتحبش تشتغل ومش هتشتغل الا لو في عليها رقابه، لو في عليها ناس بتراقب. انما ثيري واي بتقول ان انت بس حط الناس في الرايت كونديشنز وهم هيستمتعوا بالورك. فاكيد هنا الاجابه هي ثيري اكس مانجر. طيب وات داز استافنج مانجمنت بلان ديسكرايب؟ الله، الاجابه ايه؟ طيب انا ثواني كده اما اشوف الاختيارات كانت ايه. طيب على فكره دي مشكله، مش عندي دي مشكله في الابلود، حصلت في الابلود لان انا الفايل اوريجينال. عامه هقول لكم الاختيارات. What does a staffing management plan describe؟ اول حاجه when and how resources will be added and taken off the team. When and how the resources will be added and taken off the team. ثاني اجابه ب how resources will be leveled. نفتكر resource leveling. How resources will be leveled. ثالث حاجه what resources will be used on the project. رابع حاجة the responsible organization for each work package. سمعتوا الأربع إجابات؟ في ناس بتقول B، ناس بتقول إيه؟ هقول إجابات تاني. What does a staffing management plan describe؟ السؤال على الـ staffing management plan بتوصف إيه؟ When and how the resources will be added and taken off the team ولا how resources will be leveled ولا what resources will be used in the project ولا the responsible organization for each work package. أكيد الإجابة هي A، لأن الـ staffing management plan غير الـ human resources management plan. الـ human resources management plan واسعة وشاملة، أحد الـ elements بتاعتها هي الـ staffing management plan. الستافنج مانجمنت بلان بالتحديد اللي هي احد الاليمنتس بتاعه الهيومن ريسورسز مانجمنت بلان كانت بتتكلم على الستافنج، فكره الستافنج، توظيف الناس، تعيينهم في البروجكت وهمشيهم ازاي. لما ضربنا مثلا عن فكره الاستثمار في اسماعيليه لما مشوا ناس فجاه بعد 15 و16 سنه شغل فقطعوا الطريق وبهدلوا الدنيا، ما كانش عندهم تصور ان هم يمشوا بعد العمر ده كله. فكره ان انت ازاي تبقى عامل بلان، هتجيب الشخص ده وتعينه وازاي هتمشيه.
فدي فكره الستافنج مانجمنت بلان. هنا ما تجاوبش غير على قد السؤال، السؤال بيسال على الستافنج مانجمنت بلان مش على الهيومن ريسورس بلان. تمام؟ فدي مجموعه اسئله غطت كل النولج اريا اللي اخذناها تقريبا، فاضل لنا حوالي 4 أو 5 نولج اريا كمان. يوم الثلاثاء ان شاء الله والخميس هناخد الكوميونيكيشن بروجكت كوميونيكيشن مانجمنت، وبعد كده بنحدد مواعيد الاسبوع اللي بعده. النهارده كده خلصنا خلاص المحاضره، ده كان اخر سؤال، وان شاء الله يوم الثلاثاء ميعادنا زي النهارده الساعه 6 بالظبط. حد عنده اي مشكله؟ مهندس نايم محمد، فاست تراك انك بمنتهى البساطه تشوف activities which can be done in parallel. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نفتكر الديبندنسي ما بين الاكتيفيتيز، وقلنا في علاقات finish to start, start to finish, start to start, finish to finish. تمام؟ وقلنا ان في شويه منهم بيبقوا حاجات مانداتوري على البروجكت مانجر مش بمزاجه ان يتدخل فيها، زي فكره الديزاين وما ينفعش، يعني ما ينفعش تحط اساسات غير لما تحفر، في حاجات مانداتوري مش بمزاجك انك تعملها، وفي حاجات بتبقى ديسكريشنري دي بمزاج البروجكت مانجر، هو بيفضل ايه؟ بيفضل يبتدي بدي قبل دي، يبتدي دي بعدها ب4 أو 5 ايام يبتدي دي، هو بيحط البلاننج اللي يليق على البروجكت. بعد كده لما يحصل له مشكله في السكيدولينج بيرجع يفكر في الفاست تراكنج، يقدر يعدل مواقع الاكتيفيتيز دي ازاي بحيث ان هي تمشي ان بارلل، او يبتدي فيها ان بارلل بدل ما يبتدي في واحده بعد الثانيه، لان مش كل العلاقات ما بين الاكتيفيتيز مانداتوري، في حاجات كان اختياريه البروجكت مانجر هو اللي اختار شكلها من الاول. فده المقصود بفكره الفاست تراكنج. ايمن زكي عايز ياخر المحاضره ربع ساعه، يعني تبقى 7 إلا ربع، يعني هي معادها 6:30. لو سؤالك ان هي تبقى 7 إلا ربع ما فيش اي مشكله. رضا فوضى، التسجيل في موقع بي ام اي اعتقد البروسيس سهله شويه، هحاول هدخل ان شاء الله على الويب سايت بتاع بي ام اي واتصفح فيه شويه، وبعد كده اعمل لكم سمري على الفيسبوك على الجروب، خطوات 1 2 3 4 تعمل ايه. محمد براك بيسأل which of the following is the correct order of monitoring and controlling for scope management. First verify scope then control scope، ولا control scope بعد كده verify scope، ولا both happen simultaneously، ولا there is no enough information to مش عارف ايه. بص يا براك، verify control دي حاجة يعني البيضة والفرخة زي ما بيقولوا، مين اللي جه الأول. أنت دلوقتي شغال في البروجكت، تمام، خلصت deliverable، جميل، جبت الكاستمر علشان يستلم الدليفربول، لو قبل الدليفربول ده على طول وخده وعمل اكسبتنس يبقى هو كده عمل فيريفاي سكوب. لو قال لك لا ده في مشكله 1 2 3 4 ده انت رجعت تغير، طلعت بتشينج ريكويست، غيرت شغلك، عملت كنترول سكوب. فهي مش فكره ترتيب زمني. يعني انا حتى افتكر لما خدت الكورس بتاع البي ام دي ده من 5 سنين ولا 4 سنين، سالت الانستراكتور قلت له نفس الكلام، قلت له هي ليه فاليديت فاليديت سكوب جايه قبل كنترول؟ المفروض فاليديت دي حاجه، دي الخطوه اللي بسلم فيها جزء من المشروع للكاستمر، تمام، ازاي تيجي قبل كنترول؟ فقال لي لا هي الفكره مش ترتيب زمني، هو البين بوك مش جايب لك الخمس بروسيسز بتوع السكوب بترتيب زمني 1 2 3 4 5، لا انت بتعمل فيريفاي كنترول، انسى بمعزل عن الزمن، انت على حسب احتياجات البروجكت. فكره كنترول سكوب انك بتحاول تخلص البروجكت السكوب بتاعه زي ما السكوب بيز لاين بيقول، تمام؟ حصل اي ديفيشن عن السكوب بيز لاين فانت بترجع السكوب للتراك بتاعه تاني علشان تمشي مع السكوب بيز لاين. فكره الفيريفاي انك بتجيب الكاستمر علشان يستلم الشغل او يقول لك اوكي الدليفربل ده اكسبتد ولا لا. هي الفكره ما فيش حاجه بتحصل ده قبل ده ولا ده بعد ده ولا الاثنين مع بعض، ما فيش سؤال كده في البي ام بي. انما الفكره انك بتشتغل في الاكتيفيتي دي والاكتيفيتي دي على حسب احتياجات البروجكت بتاعك.
ايهاب البريمافيرا دي حاجه ليك انت شخصيا. بريمافيرا اوكي مش عايز انت حر، لكن البي ام بي والبي ام بي اكزام وال 36 ساعه اديوكيشنال اورز كل دول مش بيتطلبوا منك انك تكون عارف بريمافيرا، دي حاجه ليك انت لشغلك. عاطف جدالي، الفرق ما بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس؟ الكواليتي كنترول بمنتهى البساطه بتعمل كنترول على الفاينل ديليفربل، خلصت جزء من السكوب فجي الراجل المساعد بتاع البروجكت مانجر جالك قالك يا باشمهندس خلصنا الجزء ده ونقدر نيجي نسلمه للكاستمر، فانت هتقول له لا ما تجيبش كاستمر دلوقتي، ده انا هجيب الفريق الكواليتي بتاع البروجكت علشان ينسبكت ويتاكد اذا كان فعلا الديليفربل الخلص ده جاهز انه يتسلم ولا لا. هو كده بيعمل كواليتي كنترول، تمام؟ في فاينل ديليفربل خلص فبيعمل انسبكت ويشوف اذا كان فعلا ماشي مع الريكويرمنت بتاعته ولا في اي مشاكل عشان يحلها بنفسه قبل ما يجيب الكاستمر بعد كده. انما الكواليتي اشورنس انت في بدايه البروجكت قلت عشان انا احقق الكواليتي هعمل 1 2 3 4 وهمشي بالبوليسي دي، ولو انا ببني مبنى مثلا في ستاندرز عالميه لو فانا هختار ستاندرد فلاني اي بي اي مش عارف ايه، فانت بتشوف انت ماشي within ستاندرز ولا لا. على سبيل المثال في بروجكت كنا شغالين فيه كانوا ماشيين بستاندرد معين في تنكات كبيره ستانلس ستيل، وكان الهيدروليك تيست بتاع التنكات دي المفروض يحصل بميه مواصفاتها 1 2 3 4. مين اللي قال المواصفات دي؟ الستاندرد اللي هم ماشيين عليه، ماشيين بستاندرد معين، تمام؟ ففريق الكواليتي اشورنس هنا وظيفته ان هو يشوف لما يجوا يعملوا هيدروليك تيست للتانك ده ويحطوا فيه ميه، هل حطوا ميه زي ما الستاندرد بيقول ولا لا؟ هو كده بيعمل كواليتي اشورنس، تمام؟ كواليتي كنترول لما البروجكت يخلص واجي انا استلم التانك ده اشوف التانك ده جاي بالمواصفات اللي مطلوبه ولا لا. اللي حصل بقى قبل كده ماليش دعوه بيه، ده كان كواليتي اشورنس، انما الفاينل ديليفربل شكله ايه؟ فده الفرق ما بين الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول. مهندس اسماعيل محمد، سي بي اي في الاستيميت ات كومبليشن مقصود بيها السي بي اي بتاعه البروجكت من اوله، انت دلوقتي عدى 5 شهور من البروجكت عايز تعيد الاستيميشن بتاعك، هتعمل استيميت ات كومبليشن هتستخدم سي بي اي اللي هي فيها الانبوتس بتاعه البروجكت كله من اول البروجكت لغايه دلوقتي ماشيين بسي بي اي بيرفورمانس كام، هي دي اللي هتستخدمها. عاطف جبالي، اعتقد شرحنا دلوقتي الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول. محمد فياض، النجاح بالامتحان مش صعب جدا ولا حاجه، لكن هيكون صعب اكيد لو الاستعجال في الاجابات بالشكل اللي شفته هنا في الكورس هيبقى موجود، لان الامتحان بيبقى منظمه زي ما قلت قبل كده تريكي ومخادع جدا، وفي كلام شبه بعض وكلام يلخبط وتلاقيه بيفوكس على حاجات عشان يلخبطك ويبعدك عن حاجات تانيه هي الصح، فالفكره سهله لو انت عملت تريننج كتير قبل ما تخش الامتحان. ايمن زكي، يا ريت لو تنزل خطوات التسجيل ان في ناس طلبتها، يا ريت لو هي عندك تنزلها، لو جاهزه تنزلها تاني على الجروب. عبد العزيز، ماتيريال اوف كورس، في كل محاضره باوربوينت بنقولها هنا بيتعمل ابلود لبي دي اف فيرجن على الجروب، فممكن تدخل على الجروب وهتلاقي كل المحاضرات اللي فاتت موجوده. اسماعيل محمد، تريننج انك تحل اسئله كتير بنفس شكل الامتحان. اسئله كتير دي موجوده يا اما في ويب سايت دي اسئله بي ام بي 3 كتريننج، يا اما سوفت وير زي اللي قلت عليه اللي هو فيتا فاست تراك في حوالي 1500 سؤال شبه ال 200 سؤال بتوع بي ام بي اكزام بالظبط. فهي دي الفكره، يعني انت في التريننج الخارجي اللي بره طول ما انت بتجيب اقل من 75% مثلا ما تفكرش تدخل الامتحان. احمد خليل، انا ما اعرفش انت دخلت الامتحان مرتين بس كنت عامل ايه قبل ما تدخل الامتحان؟ الامتحان مش عايز اكتر من انك تذاكر التيمبو كويس وتذاكر لو انت، انا ما اعرفش ايه الريسورسز اللي انت استخدمتها، لكن انا نصحت الناس بناء على تجربه شخصيه بكتاب ريتا وبالسوفت وير بتاع ريتا اللي هو الفاست تراك. الكتاب هيشرح لك التيمبو ويشرح لك شويه حاجات مش موجوده في التيمبو، والفاست تراك فيه 1500 سؤال، لو حليت 1000 سؤال منهم خلاص يبقى انت كده الى حد ما كويس. ما تفكرش تدخل امتحان طول ما السكور اللي انت بتجيبه بينك وبين نفسك اقل من 75%، لان ظروف الامتحان بتختلف، الاستريس بيبقى اعلى، انت في التريننج ممكن تحل 50 سؤال وتقوم تاخد ريست، انما هناك في 200 سؤال ورا بعض ما ينفعش تقوم ما بينهم،
فهي دي الفكرة. دلوقتي انت دخلت مرتين، مرة على بين بوك 3 ومرة على بين بوك، دلوقتي احنا بندي 5. ما تستعجلش في دخول 5، تذاكر بس كويس الأول، ولما تيجي تدخل إن شاء الله يعني ربنا يكرمك. لو كده تواصل معايا حتى على الفيسبوك ونشوف لو عندك مشكلة، لو في مشكلة في حياتك انت مش فاهمها انا معاك. محمد فياض، ما اعرفش ايه اسئله الامتحانات السابقه اللي انت تقصدها، يعني ايه اسئله الامتحانات السابقه؟ في كتاب مثلا بينزل اسئله امتحان الامتحانات اللي دي نزلت قبل كده مثلا ولا ايه؟ انا مش فاهم سؤالك برضه. انت حاول تحل اسئله مشابهه لامتحانات البي ام بي، مش شرط تكون اسئله امتحانات قبل كده، يعني اصل انت مش هتحفظ يعني، وليكن هيبقى في تكرار، هل مثلا في تكرار في خمسه اسئله 10 اسئله من 200؟ ده كده هيفيدك، هيفيدك كتير. لازم تبقى فاهم كل ايتم في البي ام بي، كل ترمينولوجي وكل كلمه، كل حاجة بتيجي قبل حاجة وبعد حاجة وسببها ايه وهدفها ايه، وتبقى اتدربت كتير، لان نوعية الاسئلة مش مباشرة، مش بيقول لك الانبوتس 1 2 3 4، لا ده هو بيقول لك لو انت بروجكت مانجر وجالك ريبورت كذا وكانت الدنيا كذا وكنت متأخر كذا في الاكسبو، بيحطك في موقف، بيحطك في موقف وكأنك انت بروجكت مانجر حقيقي في بروجكت حقيقي، فلازم تبقى عارف مش تسمع البين بوك، لكن تبقى عارف تطبق الكونسبتس بتاعت البين بوك على المواقف الحقيقية. طب رضا فودة، استاذنك لو كده تواصل بس معايا على الفيسبوك واشرحه لك، اقعد معاك فيه واحد واحد، لان انا يعني برضه فكره ان انا اعمل فيديو دي مش خبير او فيها، ما عادش الجواب بصراحه قبل كده، فانت تواصل معايا على الفيسبوك وهفضل معاك لغايه ما تسجل لي. طيب واضح مفيش أسئلة تاني، يبقى إن شاء الله ميعادنا المحاضرة الجاية يوم الثلاث الساعة 7:15، عشان خاطر أيمن زكي، وبإذن الله هنتكلم على الكوميونيكيشن مانجمنت 3 ويوم الخميس. أشوفكم على خير بإذن الله، السلام عليكم.